الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين في الصلوات الشعبانية المروية عن الإمام السجاد سلام الله عليه نقرأ في كل يوم، اللهم صل على محمد وال محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها هذا المقطع المبارك من الدعاء الشريف نتكلم فيه في محورين المحور الأول أن أهل البيت سلام الله عليهم هم محور الكون المحور الثاني أنه لا نجاة ولا مفزع إلا بعد الحاجة إليهم أما المحور الأول اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية هناك نقاط ثلاث النقطه الاولى فلك جاريه سفينه جاريه هناك خصوصيه للجريان اولا الخصوصيه الاولى السفينه تجري يعني تبدا من محل من مبتدا وتنتهي الى مقصد مو سفينه واقفه السفينه الواقفه لا تنفع ليش الإنسان يركب السفينة أو يركب القطار أو السيارة أو الطائرة ليصل إلى مقصد؟ إذا القطار واقف السفينة تتراوح في مكانها هذا ما ينفع. فإذا أولا هذه سفينة تجري يعني لها محل ابتداء ومحل انتهاء. النقطة الثانية الخصوصية الثانية أن السفينة التي تجري تقترب اذا واحد في البحر وهو في حاله الغرق سفينه بعيده ان واقفه لا تقترب اليه ولكن هذه السفينه تجري تسير فتقترب اليه وعندما تقترب اليه يمكن ان يتشبث بتلك السفينه ان يحرك ان يرفع صوته ليلتفت اليه من في السفينه فينقذوه من الامواج العاتيه اذا هذه السفينه تقترب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله طبيب دوار بطبه، يعني رسول الله طبيب ويدور يعني المريض هو الذي يذهب إلى الطبيب إلى عيادة الطبيب ولكن هذا طبيب هو يأتي إلى المريض ويدق باب المريض ويعطيه العلاج فإذا السفينة الجارية لها خصوصية الاقتراب إذا واحد في البحر ودي يغرق هذه السفينة تقترب إليه وهناك خصوصية ثالثة للجريان والسير وهي الابتعاد السفينة التي تجري تقترب فإن لم تتشبث بها وإن لم ترفع صوتك لينقذوك من هذا البحر الهائج فالسفينة تبتعد مو انه تقف الفرص تمر واحد لازم ينتهز الفرص فرص الخير لانها تذهب ولا تعود قلما ادبرت نعمه فاقبلت كما في الحديث الشريف الفرصه تروح السفينه تروح تبتعد بس اللطيف ان هذا الابتعاد ابتعاد ارادي يعني واحد ان اراد ان تقترب تقترب مره اخرى مو سفينه تبتعد فييأس الانسان ماكو يأس إذا أراد فهذا هذه السفينة وهذا الفلك وهذه الفلك ترجع إليه الفلك الجارية إذا النقطة الأولى خصوصية الجريان أنها لا تتراوح في مكانها وتقترب وتبتعد الابتعاد إرادي النقطة الثانية الفلك الجارية لم يقل الإمام في هذا الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد فلك جارية في لجج غامرة يقول ألف الكل جارية هذا ألف اللام اللام هنا بمعنى الحاصرة تشوفون في الدساتير عندما يكتب الدستور في أي بلد إسلامي مثلاً تارة يكتب الإسلام مصدر أساسي للتشريع تارة يكتب المصدر الأساسي للتشريع ما الفرق بينهما؟ إن قيل مصدر أساسي يعني قد تكون هناك مصادر أخرى غير الإسلام المصادر الوضعية أيضا نستفيد منها في كتابة الدستور تارة يكتب المصدر الإفلام يعني فقط وفقط المصدر الاساسي للتشريع هو الاسلام، او الاسلام هو المصدر الاساسي للتشريع في هذا الدستور الموجود في هذا البلد مثلا الاسلامي. هنا الامام يقول هذه نكته دقيقه الفلك الجاريه يعني اهل البيت سلام الله عليهم هم السفينه الوحيده التي يامن من ركبها ويغرق من تركها، مو ان يتشبث بسفن اخرى، لا لا تلك السفن لا تنفع. الفلك الجارية التي يأمن لها صفة الأمن لراكبها سفينة أهل البيت فلك أهل البيت سلام الله عليهم إذا هم المحور للإنقاذ لذلك في الزيارة الجامعة نقرأ دائما بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم ينسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه بكم يعني بأهل البيت هؤلاء المحور المفروض أن يقول يفتح الله بكم لماذا قدم الجار والمجرور بكم يفتح الله أيضا هذا يدل على الحاصر في الصلاة في سورة الحمد كيف نقرأ إياك نعبد ما نقول نعبدك نعبدك ونستعين بك لا إياك نعبد وإياك نستعين تقديم ما من حقه التأخير يفيد الحاصر كما يذكره علماء البلاغة عندما تقول نعبدك يعني نعبدك وقد نعبد غيرك والعياذ بالله وإذا قلت إياك نعبد يعني نعبدك فقط إياك أنت الوحيد الذي نعبدك فهنا الأمام الصادق سلام الله عليه يقول بنا أثمرة الشجار بنا أثمرة الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار بنا فقط أهل البيت هم المحور لكل هذه الخيرات وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن لما عبد الله إذا أهل البيت سلام الله عليهم هم المحور الله هكذا جعلهم الله جعل أبا الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها في الدعاء عن في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه نحن السبب المتصل بينكم وبين الله في دعاء الندبة أين السبب المتصل بين الأرض والسماء إذا هم جعلهم الله المحور لفيضه العلامة المجلسي في البحار يقول أهل البيت كانت لهم القابلية ليكونوا مركز إشعاء الله عز وجل إن الله وجد فيهم القابلية رأى فيهم القابلية فجعلهم محل فيضه لخلقه إرادة الرب في مقادير أموره تنزل إليكم وتصدر تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من الى اخر الزياره. اذا اهل البيت هكذا امرهم اذا واحد ترك السبب الرئيسي وتشبث باسباب اخرى اين يصل؟ لا يصل الى النتيجه، المهم ان يتشبث بالسبب الصحيح الفلك الجاريه، السفينه التي تجري وتنقذ الانسان من الامواج العاتيه ومن البحر الهائج. سفينة أهل البيت سلام الله عليها. هم مركز الفيض الإلهي بروفيسور فرنسي خريج جامعة سوربون الفرنسية هنري كوربان قبل 30 سنة تقريبا في 1978 أو 79 توفى وقبل ذلك ب 30 سنة يعني قبل خمسة و 60 سنة تقريبا في ليلة المنتصف من شهر شعبان المكرم ظهر على التلفزيون الفرنسي بروفيسور هنري كربان في ليلة المنتصف من شعبان ظهر على التلفزيون الفرنسي وقال ايها الناس وجدت ما لم تجدوه وجدت ما لم تجدوه بعد تحقيق طويل واخذ يشرح ما يشرح ما وجده ما الذي وجده؟ قال انا رايت ان الله عز وجل هو فياض مطلق، خيره نازل الى الجميع. شرنا يصعد الى الله وخيره ينزل الينا كما في مضمون الدعاء. خيره فياض مطلق، فيض يصل الى الجميع. وهناك واسطه بين الله وخلقه. هناك واسطه ان الله ذلك الفيض ينزل الى هذا الوسيط والوسيط ينشر رحمه الله ولطف الله وكرم الله ورزق الله واسطه الخير كما ان عزرائيل واسطه الموت الله يتوفى الانفس ولكن ملك الموت هو الوسيط في الامر فقمت ابحث هذا البروفيسور هنري يقول فقمت ابحث في الاديان حتى اشوف من هو الوسيط لفيض الله يقول فذهبت الى اليهود زين اليهود يعتقدون بوجود نبي اسمه موسى على نبينا وآله وعليه السلام ولكن موسى كان قبل أربعة آلاف سنة فهل انقطع الفيض الإلهي خلال أربعة آلاف سنة؟ فرأيت أن هذا الدين اليهودية الشريعة هذه الشريعة متامة فوجدت المسيحيين النصارى يقولون بوجود المسيح بعد موسى زيان فإذن يعتقدون بان الفيض الالهي استمر ألفين سنه وراء موسى طيب ولكن ايضا نفس المشكله انقطع الفيض بموت مسيح على رايهم طبعا لم يمت بل رفعه الله فيقول بعد ذلك فحصت اكثر فوجدت في الاسلام ان الاسلام يقول الفيض انتشر 600 سنه بعد موت المسيح او ارتفاعه زين ولكن اكو في مشكله اخرى في الاسلام انها والمشكله ان الاسلام يقول انقطعت النبوه هذا اخر نبي اذا لا يعتقد بنبي بعد هذا النبي ولازم حسب تحقيقي المفصل وكتاب الدراسات مفصله انه لازم يكون هناك وسيط فاذا ازداد حيرتي، ازدادت حيرتي في الامر صرت حيران اعلم بان الدين شريعه الله والعلم وديعة الله أعلم ذلك الشريعة والوديعة لا يمكن أن تختلف العلم والدين لا يتعارضا فماذا؟ يقول بعد تحقيق طويل وصلت إلى بعض علماء الشيعة فإذا بي أرى أنه مو الوسيط للفيض الإلهي هو النبي فقط وإنما قد يكون الإمام هو وسيط أيضا للفيض الإلهي فوصلت إلى نتيجة وجدت ما لم تجدوه ان الدين الصحيح هو الاسلام وان المذهب الحق هو مذهب التشيع وكتب دراسات متعدده عن الامام الحجه بان الامام الحجه شخص موجود وهو الوسيط بيننا وبين الله ونكسب الفيضه والرحمه والكرم من الله عبره لولا الحجه لساخت الارض باهلها، لو كان هناك نفران لكان احدهما الامام، لماذا؟ لانه هو الوسيط للشخص الاخر في اصل وجوده. اذا هذا المحور الاول، الفلك الجاريه، هذه سفينه وحيده. النجاه منحصر بركوب هذه السفينه، الفلك الجاريه. المحور الثاني انه لا نجاة ولا مفزع الا بعد الحاجه يأمن من ركبها. يوسف الجاريه موجوده بس من الذي يأمن؟ الراكب في تلك السفينه. اما الخارج عن تلك السفينه فلا يأمن وانما يغرق ويغرق من تركها. اللي يترك تلك السفينه يغرق. يأمن من ركبها. ثلاث نقاط. النقطة الأولى متى يركب الإنسان في السفينة عندما يحس بالخطر إذا واحد في البحر وده يسبح ومطمئن أنه هذه البحر هذا البحر لا يضره يرجع إلى بر الأمان يقول أنا ده أسبح ليش أركب السفينة ما يحس بالخطر اللي يحس بالخطر هو اللي يركب السفينة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج العلماء يقولون مناسبة الحكم والموضوع المنتظر يعني إذا كان حالة الانتظار فشنو الإعوجاج يكون يستقيم عبره فهنا الذي يحس بالخطر يركب السفينة أما لا يحس بالخطر العطش هناك موقع في المخ إذا واحد قل الماء في بدنه يحس بالعطش ذاك المكان الموقع في المخ يقول بانك عطشان فيحس بالعطش ويذهب ليشرب الماء ان اصاب ذلك الموقع خلل بهذا الموقع يصير بعض الامراض قد تحصل هذا الموقع في المخ بعد ما يشتغل اصابه العطل او الخلل الانسان ما يحس بالعطش فماذا يحصل؟ يموت من الجفاف يقل الماء في بدنه واذا قل الماء في البدن يموت هو ما يحس بالعطش مثل الانسان المغمى عليه المغمى عليه ما يقدر يشرب ماء. ما يحس بالعطش إذا لا يكون تحت العناية المركزة ويعطى له الماء في كل فترة هذا يموت يهلك ليش؟ لأنه ما يحس بالخطر ما يحس بالعطش هل نحن نحس بفقد الإمام المنتظر؟ الإمام الحجة سلام الله عليه في البحر هذه الرواية موجودة فلا مفزع ولا مخرج إلا أنتم هل نحس أن المفزع الوحيد لنا أن المنقذ الوحيد لنا أهل البيت لا نحس ذلك إذا المشكلة الأولى لماذا لا نركب سفينة أهل البيت لأننا لا نحس بالخطر في كثير من الأحيان أو بعضنا في كثير من الأحيان نعم إذا اضطر إذا وقع في بحر هائج إذا ابتلي بمرض مستعصن يمكن يروح على باب أهل البيت ولكن في الوضع الطبيعي واحد ما يحس بالخطر فما يروح على باب بيتهم اللي ما يحس بالعطش ما يشرب الماء ويموت ويهلك فإذا النقطة الأولى لركوب سفينة أهل البيت الإحساس بالخطر يأمن من ركبها من الذي يركب من يحتاج يرى نفسه في حاجة إلى الركوب النقطة الثانية الشخص شخص أحس بالخطر أحس بالعطش هل أنقذه إحساسه بالعطش كلا وإنما عليه أن يختار الماء المعين الزلال إذا خطأ اختار ماء آسن آجن فيه الصوم. هذا يرتوي بذلك الماء لا يرتوي وإنما يموت يهلك إذا اللي أحس بالخطر مو إلا يشرب الماء الصحيح قد يخطأ ويشرب ماء مسموم فيه الصوم فيموت بالسم المهم أن لا يركب الإنسان في سفينة غير أهل البيت. هذه السفينة الوحيدة التي تنجيه، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، إذا واحد ركب في سفينة أخرى خطأ. ابن نوح هذا كيف قال؟ أخطأ. الأمطار الغزيرة الهائلة كانت تهطل من السماء. فنوح قال لابنه اركب السفينة، ماذا أجابه؟ قال سآوي إلى جبلٍ يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله أنا أروح إلى جبل اتصور أن الجبل يعني أن يذهب الإنسان إلى الجبل مثلا هذا شنو يعصمه من الماء ما يدري أن الأرض هي التي أخرجت الماء السماء نزل الماء من السماء ومن الأرض فارت الأرض بالماء أخطأ المنقذ الوحيد سفينة نوح مو ارتفاع الجبل سآوي إلى جبل يعصمني إلى الماء، وانتهى مات ابن نوح وصار عبرة لأمثالنا. إذا الإحساس بالخطر أمر، النقطة الثانية أن يركب الإنسان السفينة الصحيحة، أن يشرب الماء المعين، الماء العذب الزلال. هكذا أهل البيت، أن نعرف أن أهل البيت هم الطريق الوحيد. الماء المعين هم أهل البيت سلام الله عليه لا نذهب إلى الشرق والغرب شرقا غربا لن تجد علما نافعا إلا هنا إلا عندنا كما يقول الإمام سلام الله عليه في مضمون الحديث الشريف واحد لا يذهب من هنا وهناك ليش واحد يخسر يمكن خمسين سنة من عمره أكثر بعدين يعني يعرف أنه أخطأ الطريق إن عرف ذلك لا خلي من اليوم الأول يعرف ويعتقد بأن الأمور كلها بيد أهل البيت سلام الله عليهم بإرادة إلهية هذه إرادة إلهية إذا ذهب إلى باب أهل البيت سلام الله عليهم وطرق الباب تفتح له الباب قطعا سادن حرم الإمام الحسين سلام الله عليه قبل ثمانين سنة كل الدار المتولي ذهب في سفرة إلى الهند. فنزل في دار أحد علماء هند يسمى بسيد فرزاند علي. اسمه هذا اسمه المركب فرزاند علي يعني ابن علي. فيقول في يوم الاثنين أتى شخص هندو. غير مسلم إلى دار هذا السيد وأنا كنت قاعد. فقال له: وقعت في مشكلة عويصة وقد سمعت أن لكم شخصا رجلا يحل المشكلات المستعصية فأنا أتيت حتى أشوف وين هذا الرجل وكيف يمكن أن أصل إليه فقال له العالم السيد فرزند علي: شنو مشكلتك؟ قال: مشكلتي أنه اتهموني بقتل رجل وأنا بريء من هذا القتل. الأدلة في المحكمة كلها ضدي. أخذت محامي بريطاني ودفعت له خمسة وعشرين ألف روبية مبلغ هائل قبل 80 سنة وأكثر. ولكن هذا المحامي الحاذق أيضاً لم يتمكن من أن ينقذني. أنا اليوم كانت المحكمة والمحكمة حكمت علي بالإعدام. ولكن هذا المحامي أقصى ما فعل أنه أخر الحكم الاخير والقطعي الى بعد اسبوعين يعني الى اليوم الاثنين القادم. فانا هم بعد ما عندي طريق يوم الاثنين القادم حسب الظواهر يحكم علي بالاعدام، هذا حكم قطعي ومنجز وانتهي وانا لم اصنع هذا الذنب. فاتيت اليك وان خلصني ذلك الرجل الذي ينقذكم من المشكلات على ما سمع ادفع نصف ما املك. فقال له هذا العالم الهندي قال له هذا هندو خنجس ما يطهر الاسلام يطهره بس هو ما يعني ما يسلم فقال له اذهب واشترى ثيابا نظيفه من السوق واذهب الى الحمام فتطهر والبس تلك الثياب النظيفه ولا تلمس احدا اذهب الى مقبره الشيعه صدق من لطف الله عز وجل علينا اننا قريبين من المشاهد المشرفه لاهل البيت سلام الله عليهم هذا لطف كبير واحد يذهب بسهوله يمكن يركب طائره يذهب الى كربلاء ياتي الى مشهد الامام الرضا الى الاضرحه المشرفه ويتزود من نورهم من بركتهم هناك ماكو لا مرقد مشرف موجود ولا فيقول اذهب الى مقبره الشيعه هذه بقعه ان شاء الله متبركه بوجود الصالحين مدفونين فيها في منتصف الليل ونادى هذا الرجل وقول وناده بيا الحسن يا ابن الحسن الى ان ياتي اليك خرج هذا الهندو الرجل غير المسلم يمكن عابد الوثن كان او بعض عابد البقر ما ادري فاتى بعد اسبوع فرحان وخلى ستين ألف روبية قال هذا نصف ما أملك حسب الوعدة فالمحكمة حكمت ببراءتي. قلت ماذا صنعت؟ قال حسب الوصية أنا ذهبت إلى تلك المقبرة بعد منتصف الليل وقمت أنادي يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن خمس ساعات خمس ساعات أنا دا أنادي إلى أن ظهر نور الفجر أنا هم قام الياس يدخل إلى قلبي يقول عند ظهور الشمس او قبل طلوع الشمس واذا بي ارى رجلا راكبا على فرس اقدم اليه وقال له ماذا تريد؟ قلت من انت؟ قال تناديني منذ خمس ساعات. يقول قلت له انا حاجتي كذا قال مو مشكله امضينا براءتك، روح للمحكمه وانت مطمئن. فيقول النقطه هنا فيقول قلت له مولانا شيعتكم من يعتقدون بكم في فقر وذل وصعوبة لماذا لا تنقذونهم أنا يعني ما أعتقد بك ولا أعتقد بال... بالدين بالإسلام أتيت إلي لماذا لا تنقذ شيعتك قال هل طرقوا بابنا كما طرقت بابي هم الشيعة إجوا طلبوا مني شيء وأنا ما لهم انت جاي ومتعني وخمس ساعات وبانقطاع يعني اذا ما اخذ الحاجه من هذا الرجل اللي هو الامام الحجه سلام الله عليه يذهب فيعدم وتنتهي حياته. الشيعه هكذا بانقطاع اتوا الينا ان كانوا ياتون الينا لاعطيناهم. لا اذكر هذه القضيه والكلام طويل العلامه المجلسي في البحار ينقل عن شخص يسمى هبه الله. يقول كنا في بلاد ربيعه. النجار جار اسمه يوسف بن يعقوب نصراني. أتى إلى دارنا وقد شد الرحال، يقول والدي صديقه قال له وين تروح؟ قال أروح إلى المتوكل. داز علي يطلبني متوكل وقد نذرت لإمامكم الهادي هو يدري إن الإمام الهادي إمام الشيعة. أنا أعطيه 100 دينار ذهب رجل نصراني. يقول والدي قال له زيان ما دام عندك هذا النذر ما تصاب بمكروه. فيقول ذهب الى المتوكل يقول دخلت المدينه وانا بين نصراني الثياب ثياب واضحه انه نصراني اطلب الامام الهادي فيمكن يزداد وضعي سوءا عند المتوكل فماذا اصنع؟ وقع في قلبي ان اركب حمارا اجل الله السامعين واتركه يمكن هذا الحمار ياخذني الى بيت الامام الهادي ويقول ركبت الحمار واذا بالحمار اخذ يمشي بين الازقه في المدينة إلى أن وقف أمام باب بيت كل ما أدفع يمشي ما يمشي فيقول قلت يمكن هنا بيت الإمام الهادي فسألت هنا بيت الإمام الهادي قالوا نعم فقلت هذه علامة يقول وإذا بعد لحظات باب الدار تفتح ويخرج عبد بيّن وقال لي يا يوسف ابن يعقوب قلت هذا من وين عرفني هذه علامة ثانية تعال ادخل للدار جلست في الدار بعد لحظات اتى العام وقال اعطنا ال دينار يقول قلت قلت هذه علامه ثالثه اخذ ال دينار بعد لحظات الامام الهادي سلام الله عليه اتى وقال اذهب الى المتوكل ولا يحصل لك مكروه لماذا؟ لانه ارتبط بالامام الهادي انسان نصراني ولكن يرتبط بالامام الهادي ارتباط بسيط ها يأمن من ركبها اللي يركب السفينه قد يكون ركوب كامل فالامن يكون امن كامل، قد يكون ركوب ناقص نصراني يطلب في حاجه يلتجئ الى اهل البيت في تلك الحاجه يكون في امن يامن من ركبها، من؟ من كلمه من لها اطلاق تشمل الجميع مو مختصه بفرد دون فرد اخر. اي واحد اللي يركب السفينه سواء كان مواليا لهم او غير موالي ولكن ركبت سفينتهم. تمسك بهم هذا يامنه ولكن الركوب كامل الامن كامل في الدنيا والاخره ركوب ناقص الامن ناقص زين بمقدار الركوب بمقدار التشبث والالتجاء فيقول قال لي الامام اليست هذه العلامات كافيه يعني في ان تسلم المركوب يوصلك الى باب الدار والعبد يسميك باسمك وبعدين يطلب المال قلت له نعم هذه هذه الامور كافيه. قال لي الامام ولكنك لا تسلم ابنك يسلم مو انت. وبالفعل هو ما اسلم وابنه اسلم هبه الله ينقل القضيه كما يذكرها العلامه المجلسي في البحار. يقول ذهبت الى المتوكل وانحلت القضيه. المهم هنا أنا. الامام الهادي يقول له <applause> يا يوسف يخاطبه في عباره لطيفه يقول يا يوسف إن أقواما يزعمون أن ولايتنا لا تنفع أمثالكم أقوام يزعمون أن أمثالك أنت نصراني ولايتنا ما ينفعهم كذبوا والله إنها لتنفع أمثالك كذبوا والله إنها لتنفع أمثالك يعني حتى مثل هذا النصراني الذي يموت على النصرانيه ويقول له الامام انت لا تسلم ابنك يسلم. هذا عندما يلتجئ الى اهل البيت ياخذ حاجته من اهل البيت سلام الله عليهم. نسال الله عز وجل ان يوفقنا لنكون من الناجين بركوب فلك اهل البيت سلام الله عليهم ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد واله الطاهرين